طب الهول نطق هيقول للمصريين ايه؟ يقول لهم خلي بالكم يا مصريين من 7000 سنة حضارة، خلي بالكم من مصر عشان مصر غالية عليكم. يعني لو ابو الهول نطق هيقول ربنا معاكم على الغلا اللي احنا فيه. قول لهم كفاية كفاية قوي كده، مش هيصدق اساسا ان الفراعنة قدام هما ممكن احنا الاجيال المتعاصة بتاعتهم دلوقتي، مستحيل نهائي. يعني برافو عليكم اللي انتوا عملتوه في 4 سنين كان المفروض يتعمل من 40 سنة. ابو الهول بينطق خليكوا ايد واحدة وخلي بالكم من بلدكم. لا ابو الهول لو نطق اصلا هينتحر يعني.